دكتور، احنا بنتكلم عن ردود افعال الناس، ده المعيار المهم في نجاح اي مشروع. ده صحيح، يعني رد فعل الناس بيتعلق او بيرتبط بالاثار الايجابيه اللي بيشعر بيها المواطن. احنا شفنا دلوقتي يمكن في مواطنه من بني سويف او من هذه القريه اللي زارها السيد الرئيس، وبتقول عباره الحقيقه لها مغزى. بتقول احنا القريه بتاعتنا تحولت الى محافظه. هي بتقصد بكده ايه؟ بتقصد ان بقى في اهتمام كبير بالقريه، في المرافق، في المشروعات، في البنيه التحتيه. صحيح. في الغاز، في الكهرباء، في الميه. فهو ده يعني اللي بتعبر عنه بطريقه تلقائيه او بطريقه بسيطه، بتقول ان القريه تحولت الى محافظه. واحنا فعلا شفنا ان في اهتمام كبير بهذه المناطق، سواء على مستوى المدارس او على مستوى محو الاميه او على مستوى الخدمات او على مستوى حتى المجمعات الحكوميه اللي بتقدم الخدمات للناس، هو بطريقه ميسره وبطريقه سهله وبالطرق الحديثه. فكل ده بيسهم في تسهيل معيشه المواطن وفي تسهيل حياته اليوميه. وده امر بيجد الحقيقه مردود ايجابي عند المواطنين، وخصوصا المواطنين البسطاء واللي بيعبروا عن الوضع ده وبطريقه تلقائيه بتحمل نفس هذا المضمون. دكتور، يمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طول الوقت حتى منذ إعلان مبادرة حياة كريمة وتنمية الصعيد بشكل عام، كان الهدف أو انطلاقا من هدف أسمى هو الاستثمار في البشر وإعلاء مبدأ المواطنة وأنه يكون في عدالة في توزيع الخدمات. صحيح. يمكن الحقيقة هذا الهدف في حد ذاته هو هدف هام جدا وهدف سامي ونبيل الحقيقة، وكنا في أمس الحاجة ليه. شايف حضرتك أنه حتى الآن ما تم من هذه المشروعات لأي مدى قدر يوصل للناس فعلا وقدر أنه يحقق الهدف ده؟ هو طبعا يعني ما فيش حاجة هتحصل في يوم وليلة، إنما الأمور بدأت في التحسن والمواطن بيشعر بكده. يعني شفنا ردود فعل أبناء بني سويف والقرية التي زارها الرئيس، شفنا قبل كده ردود فعل في محافظات أخرى. إذن العملية بتأثير بطريقة إيجابية، وخصوصا ان في متابعه من جانب السيد الرئيس لهذه المشروعات وما يحدث فيها، وفي ايضا زيارات ميدانيه زي ما شفنا زيارة بني سويف وزي ما شفنا زيارات قبل كده. فكل ده بيعني ان الامور بتسير بطريقه ايجابيه. وفي نقطه مهمه قوي الحقيقه انا يعني بركز عليها في كلام حضرتك، اللي هي الاستثمار في البشر، او اللي انا بسميها التنميه البشريه. بمعنى إن التنمية ليست فقط في الجانب المادي، مش في المشروعات فقط، إنما التنمية أيضا في الإنسان، في البشر. إحنا لما نهتم بالتعليم، لما نهتم بالثقافة، لما نهتم بزيادة القدرات والخبرات، لما نهتم بتوفير فرص العمل، لما نهتم بالعلاج والصحة، ما كل ده بيحسن العنصر البشري. العنصر البشري ده أو المواطن اللي هو ممكن نسميه أو ننظر إليه باعتباره أداة التنمية. ما هي التنمية هتتحقق إزاي؟ من خلال البشر. إذن البشر أو المواطنين هم أداة التنمية، وهم أيضا الهدف من التنمية. صحيح. هي التنمية في النهاية بتستهدف مين؟ بتستهدف المواطن وبتستهدف البشر. إذن التنمية البشرية هنا وتنمية العنصر البشري له أهمية كبيرة، باعتبار أن التنمية بتستهدفه، أن الثمار ستتساقط على المواطنين، وأيضا أن المواطن أو العنصر البشري هو اللي بيقوم بتنفيذ عملية التنمية. صحيح. وبالتالي دي أهمية الاستثمار في البشر. عظيم جدا دكتور. من أهم عوامل استقرار الدول بشكل عام هي العلاقة ما بين الدولة وما بين المواطن، أنه يكون في الموضوع مش مقتصر فقط على قرارات أو مبادرات بتنفذ، لكن وجود رأس الدولة وسط الناس، الحديث معاهم، الحديث التلقائي، احتشاد الناس في الشارع لمقابلة سيادة الرئيس، للترحيب بيه. وإحنا شفنا مشاهد عفوية حتى امبارح من الناس، ويمكن نفس المشهد ده اتكرر بالظبط في الأبعدية زي ما كنا بنتكلم في محافظة البحيرة من مفيش حوالي 3 شهور. وجود الناس موجودة في الشارع، عرفوا أن الرئيس جاي فنزلوا الشوارع عشان يستقبلوا سيادة الرئيس ويرحبوا بيه. ده دلالته إيه فهم؟ ده دلالته أن القيادة بتشعر بنبض الشارع، بنبض المواطن، بمتطلبات المواطن، وبطريقة مباشرة. يعني مش من خلال وسيط، يعني في هذه اللقاءات، اللقاءات مباشرة بين الرئيس وبين المواطنين. وشفنا حتى يعني في مشهد له مغزى امبارح في زياره السيد الرئيس لبني سويف، وهو في شقه المواطن اللي استضاف السيد الرئيس، خرج للبلكونه وبيحيي الناس. فكل دي مشاهد بتعبر عن
التلقائي وتعبر عن التواصل بين الشعب والقيادة وتعبر عن الإحساس بنبض ومطالب المواطنين. ودي الحقيقة نقطة مهمة قوي، أن يكون هناك تواصل بين الشعب وبين القيادة، وتواصل أيضا في بعض الأحيان بيبقى تواصل مباشر، يعني ليس من خلال وسيط. فده الحقيقة بينقل الأوضاع على حقيقتها، بينقل ما يحدث من إنجازات وما تمت من إنجازات، بيحمل أيضا مطالب المواطنين ونبض المواطنين إلى الرئيس، وخصوصا يعني كما تمت الإشارة من جانب السيد الرئيس أنه بيعرف يعني عارف متطلبات المواطنين وعارف الأعباء اللي بيواجهوها، وأن الدولة بتقوم بكافة الجهود التي يمكن القيام بها لتخفيف هذه الأعباء عن كاهله.